السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده هتكلم معاكم شوية عن ال point of function. تمام. طب ايه ال point of function؟ بص الأول واحدة واحدة، بس قبل ما نبدأ إن احنا نعرف ايه ال point of function محتاجين إن احنا نعرف concept معين. تمام. انت لما بتيجي في الكود بتاعك تعمل integer مثلا مين اهيت، تمام، تيجي تكتب كود هنا، تمام، الكود ده هل هو موجود كده لله لله، ولا هو بيكون متخزن في مكان معين في الميموري؟ لا، هو متخزن في مكان معين في الميموري. تمام. لما بتيجي تعمل function مثلا نوعها void، وتيجي جوه الفانكشن ديت اللي انت بتعمله، اللي انت يا عم بتعمل برنت اف لهالنوم مثلا، تمام، وتيجي جوه المين تعمل كل الفانكشن دي، ايه اللي بيحصل؟ بص يا معلم، الفانكشن ديت هي بتروح تتخزن في مكان معين جوه الميموري، بيروح يخزن الكود اللي موجود جوه الفانكشن ده في مكان معين جوه الميموري، بيحوله الاول للانستراكشنز اصفار وحيد، ويروح يخزن الاصفار وحيد ديت في ادرس معين جوه الميموري. لما انت بتيجي هنا، تمام، انت بتروح تقول الكود اللي موجود في الادرس ده، تمام، معنى كده ان الكود بتاعك هو بيتخزن جوه الميموري عادي، او هو بيتخزن جوه الميموري عادي. فايه المانع ان احنا نعمل بوينتر يشاور على الادرس ده ونقول الكود ده بالبوينتر؟ لا، هو مفيش مانع، هو البوينتر هو بيشيل ادرس، فانت هتروح تشيله ادرس كود وتخليه يعمل له كود. تمام. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ بص يا معلم، ثانيه، جيت هنا انا عملت فانكشن سميتها فانك، تمام، الفانكشن دي بترجع لي void، تمام، وبتروح تعمل لي برنت الحاجه، انا عملت برنت ويلكم تو سي باك سلاش ان وخلاص. تمام. السي قالت لك انت عايز تعمل لي بوينتر يشاور لي على فانكشن، تمام، انا ما عنديش مشكله، بس انت لازم تعرف لي حاجتين. اول حاجه انت لازم تعرف لي الريتيرن تايب بتاع الفانكشن، تمام، ترجع void، ترجع integer، بترجع float، بترجع pointer، بترجع اي حاجه، لازم تعمل لي، تعرف لي ايه الريتيرن تايب بتاعي. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت لازم تعرف لي، تمام، البارامترز اللي انت هتبصها لي الفانكشن. لذيذ لذيذ. فعلشان تعمل pointer to function انت هتعمل ايه؟ والله كل اللي احنا هنروح نعمله ان انت هتروح تقول له الريتيرن تايب بتاع الفانكشن بتاعي، تمام، تديها اسم البوينتر وتعرف هنا البارامترز بتاعتك. بس كده انت عملت بوينتر تو فانكشن. تمام، بالنسبه لي الفويد هي الريتيرن تايب. تمام، تيجي هنا تكتب اسم البوينتر، طبعا قبله استريك، فانا هعمله هنا بوينتر تو فانكشن. تمام، وتروح هنا تحط لي البارامترز بتاعتك، مفيش بارامتر حطه فاضي زي ما هو، ممكن تحط void لو انت عايز. تمام. طب انا هجيب الادرس بتاع الفانكشن دي ازاي؟ والله بص، انت سواء انت رحت قلت اسم الفانكشن، بس رحت قلت اند اسم الفانكشن، تمام، ده بيرجع لك الاثنين دولت، بيرجعوا لك الادرس بتاع الكود بتاعك جوه الميموري بتاعك. تمام، فانت لو رحت قلت void asterisk pointer to function void يساوي function، تمام، كده انت اديته الادرس بتاع الفانكشن بتاعتك عادي، او لو رحت قلت اند الفانكشن عادي، انت كده بتدي له ادرس الفانكشن بتاعك. تمام. طب انا هعمل ايه بالبوينتر تو فانكشن؟ انت هتقدر بالبوينتر تو فانكشن دوت تاكت بيه اكن هو الفانكشن بتاعتك عادي، انت ممكن تروح تعمل كل الفانكشن باستخدام البوينتر عادي، مفيش مشكله. تمام. طب هتعملها ازاي؟ والله انت مجرد ان انت لما بتيجي تعمل كل الفانكشن، انت بتروح تعمل تكتب اسم الفانكشن، تبص الارجمنت او البارامترز، تمام، خلاص كده بالنسبه لك الفانكشن دي هتتنفذ. فلو جينا نعمل هنا run، تمام، فكك من warning لان انا مش مستخدم ده، او طبعا لي welcome to C عادي، وروح نفذ الفانكشن. تمام، انت ممكن تروح تعمل كل الفانكشن ديت باستخدام البوينتر اللي بيشاور عليها عادي. فلو جيت هنا قلت pointer to function، تمام، طبعا ده بوينتر بيشاور على ادرس، انا عايز اروح اجيب اللي جوه الادرس ده، فلازم احط دي reference operator. جيت عملت بيلد ورن، راح طبع لي ويلكم سي، راح نفذ الفانكشن دي عادي. تمام. بس انت يا معلم هنا بتقول لي ان الفانكشن
انت بتروح تعمل لها كول باسمها بس. تمام. في نفس الوقت انت رحت وقلت لي هنا ان اسم الفانكشن بيكرر الادرس بتاعها. طب انا ممكن اروح اعمل كول للفانكشن باستخدام اسم البوينتر بس من غير الدي ريفرنس اوبريتور؟ اه مفيش مشكله، تعال نجرب كده. تمام، نعمل رن، مفيش اي مشكله، راح عمل لها كول. تمام. فالبوينتر تو فانكشن هو بالنسبه لي هو عباره عن بوينتر بوينتس تو a function you can call the function using it. بس قلنا ان في كونسترين عندنا، ان انت لازم you should define the pointer to function with a specific syntax to tell the compiler حاجتين. تمام، اول حاجه احنا قلنا ان انت لازم تعرفه الريتيرن تايب بتاع الفانكشن. ده رقم واحد. رقم اتنين ان انت لازم تعرفه الارجيومنت بتاعه الفانكشن. انت هتبعت للفانكشن كبارامتر زي الارجيومنت اوف. تمام، تمام، على بقى واحدة واحدة.